بنتكلم دلوقتي الأرقام بتقول إنه 80 مليون أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، 80 مليون إصابة، إجمالي الوفيات أكتر من 1,753,000 حالة وفاة. طبعا قصة بقى السلالة الجديدة اللي تحورت وظهورها في إنجلترا، والنهاردة بنتكلم إن فرنسا برضو اكتشفت حالات مصابة بالسلالة المتحورة، وقصة بقى التطعيم في عدد من الدول برضو بدأت حملات التطعيم ضد وباء كورونا بلقاح فايزر ده في أوروبا. في فرنسا تحديدا نشوف برضو الوضع على الأرض. معانا على التليفون دكتور عبد المنعم حميد، استشاري الأمراض الصدرية بباريس. برحب بحضرتك معانا يا دكتور عبد المنعم، أهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا بكم، مساء الخير لك وللساده المشاهدين. اهلا وسهلا، مساء النور يا فندم. دكتور عبد المنعم، اولا يعني نتكلم على الوضع في باريس، الاصابات وقصه بقى الاغلاق الجزئي ومدى الالتزام من قبل المواطنين. تماما، الحالات الاصابه ما زال هناك حالات الاصابات تزداد بالاستمرار. كنا مرينا في قمه المرحله او الهجمه الثانيه في نصف شهر نوفمبر، ازدادت الحالات ثم بدأت بالنقصان، ولكن منذ أسبوع بدأت هذه الحالات بالزيادة حتى وصلنا إلى حوالي 15,000 حالة مساء الأمس. لكن هناك الحجر الجزئي، خلينا نقول في باريس وفي كل فرنسا، هذا الحجر يتم مع حجر منع التجول بدءا من الساعة 8 مساء حتى فترة الصباح، لاسيما حاليا في فترة الإجازات. فرنسا بدأت عملية اللقاح اليوم، بس كده خلينا بس نأكد مفيش أي مظاهر طبعا كده، لا احتفالات ولا أعياد يعني؟ لا توجد أي مظاهر طبعا في مثل هذه الأيام. في كل سنة تكون العاصفة اتجاه نموذج للاحتفالات والأسواق، وهذه التظاهرات لا يوجد أي شيء منها حاليا، وتم إيقافها بشكل نهائي مع إجراء مخالفات لأي شخص يتعدى او يتجاوز هذه الإجراءات. تمام. الإجراءات بقى المتعلقة ببداية التطعيم يا فندم. تمام، وصل اللقاح الذي حصل على مواطن الصحة الفرنسية هو لقاح فايزر بونتيك الذي تم بالتعاون ما بين الشركة الفرنسية، الشركة الألمانية والشركة الأمريكية. تم تصنيع مجموعة اللقاحات لأوروبا في بلجيكا، وبدأت التوارد منذ 48 ساعة على الأراضي الفرنسية، واليوم تم تلقيح أول سيدة عمرها 75 سنة في أحد دور المسنين في منطقة سيفغون في المناطق الناحية الضواحي أو المناطق الشمالية القريبة من باريس، وتبدأ غدا في مدينة ديجون في وسط فرنسا على مقربة من اليوم. تتم توزيع اللقاحات على الأراضي الفرنسية بشكل وبمعايير دقيقة. المعايير التي تتبع في توزيع اللقاحات هي تستهدف الأشخاص الأكثر خطورة عند الإصابة بالمرض، أيضا الأكثر تعرضا للإصابة مثل الأطباء مثلا، والدرجة الثالثة إذا يعطى اللقاح للأشخاص الذين إذا تعطلوا عن أعمالهم يمكن أن يؤدي إلى أمور سلبية على الحياة العامة، مثلا رجال الأمن، كبار الموظفين أو العاملين على المواصلات والمترو، فهؤلاء الأشخاص إذا تعطلوا أيضا سيعطلوا الحياة العامة، لذلك تدخل معهم الأولوية. تتم مرحلة التلقيح في فرنسا على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ستشمل 1,000,000 شخص في شهر واحد وحتى شهر الاثنين. ستطول العاملين في الحقل الطبي والأشخاص المسنين المقيمين في دور الرعاية للمسنين. المرحلة الثانية ستطال 14 مليون فرنسي بدءا من شهر مارس، وربما تستمر 3 أشهر. المرحلة الرابعة ستحاول أن نشمل العدد الأكبر من الشعب الفرنسي، والغاية طبعا كما هي الغاية في كل أنحاء العالم أن نصل إلى التطعيم بأكثر من 70% من سكان كل بلد أو من سكان كل منطقة حتى نحصل على فائدة هذا اللقاح
ونستطيع القضاء على هذا مفهوم. الفيروس. أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا دكتور. دكتور عبد المنعم حميد استشاري الأمراض الصدرية كان معنا مباشرة على الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس. ونفهم برضو وديكوا شايفين حضراتكم أن كل دولة بتحاول أنها تحافظ على مواطنيها، أنه بقى ما فيش مجال لا الاحتفالات ولا الحياة طبيعية، معلش، لأن المسألة طبعا الأعداد عمالة تزيد، والسلالة الجديدة دي كمان مع التحور ومع سرعة الانتشار ومع فئات وأعمار جديدة بقت عرضة للإصابة، فبالتالي الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو العنوان طبعا لغاية لما نطعم جميعا إن شاء الله والمسألة تكون يعني تحت السيطرة.